احنا بنتكلم عن الحدث نفسه فترته مدته قد ايه؟ الفعالية كلها حوالي ساعة ونص تقريبا. ساعة ونص من من نقطة البداية في المتحف المصري؟ لا الفعالية مش الموكب. الفعالية وعشان كده بقول للناس المكان الوحيد اللي ممكن تشوف الفعالية هو شاشة التلفزيون. ايوه. لأن الفعالية مش الموكب فقط، هو الموكب وحفلة في مسرح وفنانين بيتكلموا من مواقع أثرية مختلفة وحاجات بتحصل جوه متحف التحرير وحاجات بتحصل جوه متحف الحضارة، فهي فعالية كاملة متكاملة إن شاء الله. الموكب هو أحد أجزائها، جزء منها. المواقع اللي حضرتك بتكلم عنها إنه هيبقى فيها نقط مختلفة هيتكلم فيها فنانين، دي إيه المواقع دي بالظبط؟ مواقع أثرية ومتاحف مصرية للترويج لها. يعني هيبقى بره نطاق القاهرة؟ أيوه، في حاجات بره القاهرة وفي حاجات في القاهرة وفي حاجات في الجيزة. احنا هدفنا نوري اثار للترويج للحدث. ده بانوراما وفي قلبها النقل، في قلبها عمليه النقل بالظبط. عشان كده بقول لحضرتك النقل هتشوف التحرير ثم هقطع عليك اوديك متحف الكبير ثم اوديك الاقصر ثم اوديك الهرم ثم اوديك ابو الهول ثم بعد كده نعرض عليك اوبرا ثم نعرض عليك اغنيه ثم نعرض عليك فيلم ثم نرجع للعرض تاني ثم نعمل موسيقى وهكذا. حضرتك عندك كم هائل جدا من التفاصيل، يعني بتتكلم على المستوى التأمين، بتتكلم على مستوى القيمة الأثرية للمومياوات، للحفاظ على المومياوات والنقل بطريقة آمنة. عرض المتحفي اللي احنا فيه دلوقتي قاعة أنا بدعو حضرتك تيجي تبص عليها إن شاء الله يوم 4 صباحا، حضرتك هتغير فكرتك عن المتاحف اللي شفتها قبل كده. قاعة جميلة جدا جدا، القاعة المركزية الكبرى. يعني أنا بكلم حضرتك دلوقتي عند الشاشة أنا شايف قدامي حاجات، شايف تاني أقدم هيكل عظمي تلاقى في مصر، وشايف عصور ما قبل التاريخ، والناحية التانية شايف الخديوي إسماعيل، وشايف كسوة الكعبة، وشايف منبر، وشايف أيقونة مسيحية، وشايف طورة يهودية، وشايف حاجات من المزايك من الأسكندرية، وتحط موسى الثالث فيها كل حاجة.